أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شعبان کا خاص وظیفہ، اس وظیفے کی برکت سے ہر دعا قبول ہوگی، ہر حاجت پوری ہوگی، جو مانگو گے رب تمہیں وہی عطا کرے گا. وہ کیا ہے؟ آپ نے 33 بار قرآن پاک کی یہ چھوٹی سی سورت پڑھنی ہے، اول آخر تین تین مرتبہ درود شریف اور درمیان میں 33 بار سورت الکوثر پڑھنی ہے. آئیے اس سورت کی تلاوت سیکھتے ہیں اور پھر اس کو پڑھنے کی روٹین بناتے ہیں. صلی اللہ علیک یا محمد نور من نور اللہ، صلی اللہ علیک یا محمد نور من نور اللہ، صلی اللہ علیک یا محمد نور من نور اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر، إن شانئك هو الأبتر. صلى الله عليك يا محمد نور من نور الله، صلى الله عليك يا محمد نور من نور الله، صلى الله عليك يا محمد نور من نور الله، صلى الله عليك يا محمد نور من نور الله. بسم الله الرحمن الرحيم. أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر، إن شانئك هو الأبتر. صلى الله عليك يا محمد نور من نور الله، صلى الله عليك يا محمد نور من نور الله، صلى الله عليك يا محمد نور من نور الله، صلى الله عليك يا محمد نور من نور الله. بسم الله الرحمن الرحيم. أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر، إن شانئك هو الأبتر. صلى الله عليك يا محمد نور من نور الله، صلى الله عليك يا محمد نور من نور الله، صلى الله عليك يا محمد نور من نور الله، صلى الله عليك يا محمد نور من نور الله. بسم الله الرحمن الرحيم. أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر، إن شانئك هو الأبتر. صلى الله عليك يا محمد نور من نور الله، صلى الله عليك يا محمد نور من نور الله، صلى الله عليك يا محمد نور من نور الله، صلى الله عليك
محمد نور من نور الله. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر. إن شانئك هو الأبتر. صلى الله عليك يا محمد نور من نور.